مستعمر اللاجئ حكم دخل موريتاني ولا مضى فترة زمنية طويلة إلين خرجت لك. من أول المعارك خلقت فيها. رمزية البراك ترجع إلى تاريخ بعيد، تاريخ إنشاء الدولة الموريتانية. ألاق وعدل فيهم أول مؤتمر عدلت الدولة الموريتانية إياك تجبر الاستقلال، مفاوضات الاستقلال عام 1958. لم يكن اختيار المدينة أبدا، طبيعة نسيت لخصائصها، خصائص لقاء المدينة الجغرافية والثقافية والإمنية إلى غير ذلك. خلي قالوا عن وراء الولاية هذيك الساعة ماني هذيك الساعة قعدت في تخلقت ماني قاعد نقول لي غدا هذيك الساعة احنا ما نقولوا قبالة قال بعد الحق قاعد تخلقت ديك الساعة انا صغيرة وقالوا عن ساحل الولاية وركاتية عزر الساحلي لأنه ما بعيد حتى البراكنة فعلا موقعها وسطيتها هذه تعبر عن انها ولاية وسطية في موريتان فيها جميع العناصر لوحة مصغرة لموريتانيا كاملة فيها جميع مكونات الشعب الموريتاني. وكانت المحارة متواجدة بتواجد مجتمعي. فهنالك تاريخ المحارة في المجموعات العربية وتاريخ المحارة في المجموعات الزنجية. وكان هنالك تزاوج بين المجموعات حيث أن العلم كان يتداول بين الجميع. فمن أشهر المحاضر في هذه الولاية هي محاضرة الكحلة والصفرة معروفة في التاريخ الموريتاني، وهم سبب يسمى واحدة منهم مبار البل واحدة من مبار الغنم، لأنهم تلاميذ كانوا يعودوا في خيام، وكانت خيمة من مبار البل هي الصفرة، ومبار الغنم هي الكحلة. مثلا محاضرة للشيخ محمد الأمين للشيخ محمد هي المحاضرة اللي القرآن يعود في الواح في نهار تجيها نهارة القرآن كامل من عند الفاتحة من الجنة والناس في الواح نهار واحد بها كثرة التلاميذ الطلبة كثرة يكتبون يجيها حد نهار يرى الشيخ خليل في الواح كامل ما متحيد منش في الواح كامل. المنطقة عندها قرضة من الأدب في الجهاد وأدب في التوجيه وأكثر أدبها في الجهاد والتوجيه، وهي مختصة برواية واحدة في المنطقة إنها كل أدب فيها لابد أن يعود عنده جانب من الإبداع ولا يعود ما هو أدب. أدب قال هون لابد يعود فيه إبداع ولا ما ينحفظ. هون الشيخ المكين المشهور بأدب التوجيه يقول الشيخ المكين حد الشيخ وسوى هو من هو وسوى الشيخ علاش لا بد له من المروة والمعطى والدين واللاش. البراكنة كي تعرفوا ولاية مثل جامعة جميع موريتان. نقطة التقاء جميع الوافدين. كارفور بالنسبة لموريتان. اللي جاي من الحوض كامل لا بد له يأخذ عليه ولا العصابة لا بد له يأخذ عليه براكنة على لاك. ولا بد له اللي جاي من اللي جاي من ماشي من ماكشوط أما اللي ماشي بشرق لا بد له يأخذ. وكذلك اللي جاي يستجيب أبو الجاي فرع يأخذ على جزء من البراكنة. Donc, il y avait un comptoir colonial au niveau du fleuve qui faisait qu'avec le transport fluvial, Bogué s'est développé à travers cette connexion entre le Sénégal et la Mauritanie. Vous savez qu'en ce moment-là, c'était deux pays qui n'étaient pas encore, c'était dans le cadre de l'AF, donc c'était un seul pays.
هي نقطة وصل، والله همزة وصل بين مختلف مناطق موريتاني. أدى ذا التجمع الطرق اللي هو أدى لإيجاد عوامل إيجابية وعوامل سلبية. عوامل الإيجابية أن ولاية البراكنة عادت همزة وصل بين موريتان وعادت في قلب الوطن، وهذه ميزة خصوصية نحسد عليها الولاية الحقيقة. ثم أيضا جوانب سلبية، بما أن عادت ممر الناس كاملة يزيد ذاك من الأعباء الأمنية فيها، ويكثر من انتشار الجريمة، يكثر أيضا من حوادث السير، خصوصا المنشآت الصحية في الولاية أنها متواضعة إلى حد كبير. تتميز كذلك بأنها مقاطعة رعوية فلاحية، وخصوصا فترة، وحتى كذلك مقاطعة استجمام يتوافد إليها الجميع من جميع أنحاء الوطن ليقضوا فترة الخريف. C'est pas une zone qui est exclusive à quelque chose, mais on peut développer tout ce qu'on veut. On est en ville, on est en brousse, on est en campagne, on est. Vous comprenez? C'est ce qui fait cette particularité-là. On voit le حبيب تي هو اللي يقول باغي كي عزيز زوان على النباش نتاع يوم فراقك الاحزان ما باخلوا لي مسل بانواع الفقد قران والتنهات بالخلق بكي عند الطنطا وبكي عند العزل قبلك ما قطيت بكي تقلب عني لبدا ولا قطيت تخطيت لا قلق بدا. عندما يخلق ديك الساعه عندما يسس خلقت ديك ذاك القانون والله اتفاقيات خلقت الصالح المرأة انها تعود مشاركه تهيئوا عليها النساء المراكنة هون شاركوا، وانا شرفت عني عاد هي أول نائبة امرأة بالنسبة لبراكنة. الشباب هم في الولاية ينقسم إلى شبكة جهوية هي الوعاء الجامع له، وشبكات مقاطعية في مقاطعات الولاية الخمسة، مقطع الحجار وبوغا بابا مباين كلهم في شبكة مقاطعية. ولاية $5 من الفم. On a fait beaucoup d'activités qu'on appelait des semaines régionales. On l'avait fait en 2006, 2007 jusqu'à 2008. Avec, bon, il y avait toutes les régions, ça veut dire tous les départements tous les départements qui étaient représentés, il y avait Bogué, Baba, Bembagne, Aleg, Mokhtar, Lajar. مسلمة لو انها قضية تمشي وانها معروفة. اشتركت معاوية والبطل كانوا الحامدين.
إيه والله كانوا الحاملين السماش ومنين قاعد مشوا قال لي قاعد كيد الحمل بطارين بطارين قال له قاعد والله ما نعرف كانوا بتاو خالدين قاعد والله احنا قاعد كبلدية هون نقول لك انه قط بعثة من البنك الدولي وخرصوا الميزانية وقالوا ان هذول المطاعم شي يعطوا لين شافوا الدفع اللي يعطوا الرسوم اللي يعطوا شهريه البلديه استنقصوهم بهم اللي قالوا على ان الاق كارفور وعلى انه ملي بالغهم على ان الاق انه مشويه هو اجودش اللي نعرف حد منهم بطرون صاحبي كان يرتفد منه ساكن غرض العيون ليك كان لا غني جاي جاي يجيني هون وولاد وكل خاصة هي نشوي لهم نص شيء والله هي بعد عاقب ذاك وقاعد تسولني عن السعر شيء ما هم لين يقول قصروا يديهم حد يقول لي يقول له السعر يوم جاني عاقب ذاك الفترة خراب هذيك الفترة اللي عاقبته قال لي ذاك ما هو قال لي ذا ما هو أرهن الزمن قبيل وكان مات ايش تسعير كنا نعدلو ما قادرين نعدلو. عاصمة الولاية اللي هي مدينة تلاك عندها ميزات معروفة بها كثرة النبك وزين المشوي وجودته مشوي لاق اللي معروف يستقطب الموريتانيين كاملين خصوصا الناس اللي تكل الطريق الامل. نضيف لك انا لان حتى العاد المشوي زين ونبقها يوسر حتى مولي ناموسه خالق. محمد المسيكه اللي قالوا له انه الناموسه لاق ياسر قال لهم ذاك يقولوا لحد مخرفهم ورازينكم انتم تكتشفوا انه خلال الزياره تكتشفوا ان ناموسه لاق لا مازال كارد العهد.